أسماك الوطن. نشور نشور وينك شلي؟ أنا جيت أنا جيت يا أورم، كنت عم بحضر على التوفي رابورتاج عن نجيب مئاتي وفلوس و... ايه طيب نشور، اعملي معروف كويلي هالقميص، اليوم عندي موعد مع المدير بدي اطلب زودة. ايه ولكن زهقت تكرم عينك ولا لا، بس ما فيش كهربا يا أورم. ايه والموتور؟ تلف المعلم راجي وقال مش رح يدور الموتور اليوم لأنه مسطم بخيخه وبدو ينظف له روسه. وكيف بدك تكويلي القميص يا نجول؟ طيب وين تليفونك؟ طلبني على تليفوني. طلبتك. ايه بس بدي صرفك شوية يونتس، بس مضطرة لأنه بدي اكويلك القميص يا أورم. ايه الو حبيبي أورم كيفك؟ الحمد لله نجول. يلا بزيادة يا أورم حاكي هالقد، يلا صار فيك تسكر. سكرت. هلا صار في اكويلك القميص يا أورم. بالسلولار؟ ولك ايه؟ ليش بعد في شي سلولار بتحكي فيه 5 دقايق بس وما بيجمر بايدك؟ ولك صاروا يحموا قبل المكواية. مظبوط، أنا سلولاري مجمر. يلا تعاكوي معي. ولك اشك ناطر يا أورم. ولك تعاكوي معي هشدوسو. زوكي